الاتحاد يمكن مباراه النصر كان يعني انضباط فني اكثر من مباراه اليوم. يمكن امام النصر يعني كانت فيها روح من التحدي، روح الرغبه انه يعني عوده الاتحاد بشكل اقوى. يمكن تين كات استمر على نفس التشكيله ما غير. انا اعتقد ان الاتحاد يعني يحتاج الان، واضح يعني رومارينو يعني المفترض اني انا استفيد منه بشكل اكبر داخل منطقه الجزاء، لانه هو لاعب اطراف مهم جدا، لما بيرجع لخط الوسط بيفقد خطورته. الاتحاد يحتاج الى صانع لعب، يعني ممكن الان يعني البدري ممكن يكون جيد، لكن ما اعتقد حيغي يعني عوض غياب فيلانوفا، يعني لاعب مميز جدا ارقامه يعني هي تتحدث عنه. لكن الاتحاد اكثر شيء يحتاج الى راس حربه، ما في اللاعب اللي بينهي الهجمه. كمارا الى الان يعني من مباراه النصر هو يعني اقل اللاعبين اداء، ما في استغلال الفرص. حتى عبد الرحمن الغامدي لما بيدخل بيصنع الخطوره بشكل اكبر. يعني لما اتكلم على حتى الفريق المغربي، فريق المغربي نفس ظروف الاتحاد، يعني ترتيبه ال12 في الدوري المغربي بيعاني بشكل كبير جدا. لكن ميزته انه الفريق هذا بيلعب بتكتيك اغلاق المناطق، يعني كل المباريات اللي لعبها في البطوله العربيه لم يخسر ولا مباراه، اخرج الترجي التونسي بضربات الجزاء وهو يعني حامل لقب دوري ابطال افريقيا، يلعب بشكل ايجابي انه يعني بيلعب على الكرات المرتده بشكل اكبر. انا اعتقد انه الاتحاد يعني مع تحسن تعافي اللاعبين، التعاقد مع مهاجم بشكل جيد، يعني عودة سعود عبد الحميد، عودة اللاعبين الموجودين في المنتخب الأولمبي، يعني استعادة بعض اللاعبين لمستوياتهم، تواجد برونو، يعني الأسماء الجديدة هذه ممكن تصنع الفارق في الفترة الجاية، خاصة مباراة الإياب بعد شهر، يعني 15 فبراير. مهم جدا أنه الاتحاد لما بيتعافى يعني على مستوى الدوري بيكون يعني شكل قوي جدا حتى على مستوى البطولة العربية. لكن الأهم هو عودة الروح، هو عودة الجمهور. الدعم الجماهيري مهم جدا يعني في الاتحاد، وهو دائما تعودنا على مدرج الاتحاد يصنع الفارق. ويعني بالتاكيد هي رساله لكل الجماهير في الانديه السعوديه، لابد انك تصنع، يعني لما تشوف فريقك بيعاني او فريقك يعني يحتاجك لابد انك تتواجد وتحضر، لا تنظر للاسماء، انظر الى دائما انه الكيان هو اللي بيحتاجك ليس اللاعبين. بعض العناصر في الاتحاد بامانه يعني حمدان كثير يعني هوجم، لكن اللاعب يعني لما بيلعب مره طرف، مره ظهير ايسر، مره قلب دفاع، هذا التشتت مع ذلك اللاعب بيقدم اداء جيد. مبدئيا النتيجة جيدة، يعني ممكن تكون يعني غير جيدة انك تخسر، يعني انك تتعادل على ارضك، لكن خاصة في ظل الظروف اللي حاصل فيها الاتحاد نتيجة جيدة، وان شاء الله باذن الله الاتحاد في مباراة الاياب بيتأهل بشكل جيد. اليوم كان في حراك عبد الغني في الوسط الرياضي، في فيلانويفا راح للفيصلي، التعاون اعلن عن مدرب او راح للفيحة، التعاون اعلن عن مدرب والاتحاد اعلن توقيعه مع البدري. انا اعتقد الفتره الشتويه يعني هذه يعني يمكن في انديه اجادت انه ما في تغييرات، يعني النصر، الهلال، ابها، الحزم، يعني انديه بصراحه الرائد يعني اكدت انه في الاختيارات الايجابيه في اللاعبين الاجانب جيده، لانه ما غيرت اي شيء. بقيه الانديه يعني التغييرات محدوده، يعني في الشباب تغيير واحد، في الاهلي تغيير واحد، في الاتفاق تغيير لاعب خصوصا باصابه روجيريو، في العداله تغيير لاعب، يعني يمكن ضمك هو اكثر التغييرات 4 لاعبين. الحراك هذا مهم جدا، يعني انت عارف انه فتره شتويه دائما ما تجد اللاعب الجيد، لكن ممكن تجد لاعب يعني يفيدك يعني في ظروفك، يعني ممكن تجد لاعب يصنع لك الفارق في الفتره الشتويه. يعني مثلا البدري يعني لاعب جيد في نادي الترجي ومن العناصر المهمه جدا، برونو كقلب دفاع وعارف الدوري السعودي مهم جدا. التعاون انت تحتاج يعني في الفتره هذه انك مدرب خاصه البطوله الاسيويه، لكن انا اللي استغربت التعاون انه صبر على توامبو، هذا يعني يدل انهم عندهم صبر رغم انه البطولة الاسيوية حتبدأ قريبا، لكن التعاون يعني صبر على اللعيبة الاجانب ودعم لاعيبة محليين، وهذا شيء يحسب لادارة محمد القاسم. انا اعتقد الحراك جيد جدا. الفيحاء انا كنت اتمنى يعني فيلانوفا يعني يجيد بشكل اكبر مع نادي مثل التعاون، يعني يعوض غياب جاد الحسين. يمكن اسلوب لعب الفيحاء يمكن ما يناسب فيلانوفا، لكن ممكن هو يساعدهم انه كمحطة مهمة جدا في خط الوسط.